السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب طلاب الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم سمونة صبحي، وان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض صفحة 95 96 97 و98 من كتاب بيت باي بيت. يلا نبدأ كده مع بعض، وقبل ما نبدأ يلا دوس لايك دلوقتي على الفيديو عشان تدعم الفيديو. طيب بص كده، عندي اول سؤال هنا في صفحة 95 بيقول لي listen، يعني هنسمع ونختار. طبعا listen هتلاقيه في اخر الكتاب. بيقول لي I go to the tennis court in the، انا اذهب لملعب التنس في الكلب النادي. Number two, the club is my house، يبقى near my house يعني النادي يكون قريب من بيتي. I take نقط to play tennis، يبقى I take racket، انا اخذ الراكت المضرب لكي العب الايه، العب التنس. طيب هنا عندي كلمة squash و match و watching و sport، بيقول لي اختار الكلمة وحطها في الفراغ المناسب. what are you، يبقى ماذا انت، طبعا في are، اول ما الاقي اما واذا وار يبقى الفعل عايز ing، يبقى what are you watching، ماذا انت تشاهد. an old، انا بشاهد an old match، يبقى ماتش قديم. طبعا انت لازم تقرأ الفقرة كلها علشان تعرف ما بيتكلموا عن ايه، ما ينفعش تجاوب على طول كده. هنا قال لي what not are you good at، يبقى what sport، ما الرياضة التي انت جيد فيها، what sport are you good at. قال له انا I am good at playing، انا جيد في لعب squash، اللي جيد في لعب الايه، السكواش. طيب تمام، عندي هنا بقى هنقرا مع بعض القطعه ونحل الاسئله اللي عليها. بيقولي هنا هاي اي ام اسامه، اهلا انا اسامه. اي ام جود ات بلينج فوتبول، انا جيد في لعب الكره القدم. اند ميكينج كيكس، وصناعه الكيكه. اي بلاي فوتبول ويز ماي فريندز، انا العب الكره القدم مع اصدقائي. ات ذا كلب، في النادي. اي جو تو ذا كلب افري مورنينج، انا اذهب للنادي كل صباح. اي ام جود ات بلينج هاند بول، انا جيد في لعب كره اليد. طيب بيقول لي what أسامة good at، يعني أسامة جيد في ايه، يبقى اقول أسامة good at، هو ايه اللي هنا، I am good at playing football اهي. and making cakes، هي دي الإجابة. طبعا انت لازم تكتب الإجابة، ما تعلمش عليها، لو كتبت الإجابة كده مش هتاخد اي درجة، لو علمت قصدي على الإجابة كده مش هتاخد اي درجة، كده يعتبر ان انت ما جاوبتش خالص. طبعا انا بعلم عليها، انا بعرفك بس يعني ايه الصح، لكن انت لازم تكتب في النقط. بيقول لي هنا when does اسامه go to the club، when يعني متى، امتى اسامه ذهب الى النادي، اسامه ذهب الى النادي، طبعا بيذهب، امتى بيذهب، مش ذهب بقى عشان في does. اسامه يذهب الى النادي every morning، كل صباح، ودي اجابه السؤال الثاني، يبقى every morning اكتبها كلها، مثلا he goes to the club، لازم اكتب he goes او every morning على طول ان شاء الله تبقى صح. طيب هنا بيقول لي اسامه likes making، اسامه بيحب يصنع ايه، بيبقى اسامه likes making cakes، كيكه. number 4 اسامه is bad at playing، اسامه يكون جاي سيء في playing ايه، قال لنا playing handball، كره الايه، كره اليد، ما بيعرفش يلعب الهاندبول، كره اليد. يلا نكمل صفحة 96. هنا أسامة plays football with his friends، يبقى أسامة يلعب كرة القدم مع أصدقائه. أول سؤال choose I am good، بتاخد حرف الجر at، يبقى أنا جيد في لعب كرة القدم. number 2 هداية ملاك was born، يعني اتولدت في 21 إبريل سنة 1993. السؤال الثالث I am good at handball، أنا جيد في لعب كرة اليد. كوما bad at في أي حاجة بقى، bad at في تنس، يبقى but، يبقى أربط ببط، ليه جملتين عكس بعض، good at و bad at، يبقى حط في النص but. طيب هنا number 4 I like sitting in the shade of of trees، يعني أنا أحب أن أجلس في ظل الشجر في الأيام الحارة. number 5 سهى is bad at playing kung fu، يبقى سهى تكون سيئة في لعب الكونغ فو. هنا بيقول لي رتب الجملة where
Do you play tennis؟ يعني أين أنت تلعب التنس؟ Number two, see you later in the club، يعني أراك لاحقا في النادي. Number three, cats are good at jumping، يعني القطط تكون جيدة في القفز. Number four, why is she important؟ يعني لماذا تكون هي مهمة. Number five, dirty water can make children ill، يعني المياه القذرة يمكن أن تجعل الأطفال مريضة. طيب تعالى نشوف صفحة 97. أول سؤال طبعا listen، أنا بس عشان وقت الفيديو، هتلاقي listen عندك في آخر الكتاب. بيقولي هنا number two، السؤال التاني هنا choose football is my favorite، الكرة القدم تكون my favorite sport، يعني رياضتي المفضلة. رقم اتنين I can do high kicks in kung fu، يعني يمكن أن أعمل ركلات عالية في رياضة الكونغ فو. Number three, we should breathe، يجب أن نتنفس clean air، هواء نقي أو هواء نظيف. Number four, I play tennis with balls، أنا بلعب التنس ببولز، و A بتاعت الراكتس يبقى بتاعت التنس يبقى راكتس، تنس راكتس يعني مضارب، المضرب بتاع التنس. طيب هنا أول سؤال بيقول هنا طبعا practicing يعني التدريب أو التمرين، born يعني ولد، athlete يعني لاعب رياضي، برونز اللي هي زي الميدالية البرونزية يعني، won يعني فاز. بيقول لي هداية ملاك is my favorite player، she is famous Egyptian athlete، يعني هي لاعبة رياضية مصرية مشهورة. she started، هي بدأت، هتبقى number two practicing، بدأت التدريب تايكويندو at age of 7، وهي عندها 7 سنين. she not prizes، يبقى she won، هي فازت بالجوائز في عمر ال 14 سنة. she also won the، وهي أيضا فازت بالإيه البرونز ميدل في سنة 2016 اللي هي 2016. طيب صفحة بقى 98، تعالى كده بقى نحل مع بعض، نقرأ ونحل مع بعض. بيقول لي هنا سارة is my little sister، سارة أختي الصغيرة. she is 11 years old، عندها 11 سنة. she likes sports، هي بتحب الرياضة a lot، كثيرا. her favorite sports is squash، يعني رياضتها المفضلة تكون السكواش. she plays it at the club، بتلعب في النادي. with her friends، مع أصدقائها. she practice squash، هي بتتدرب squash twice، يعني مرتين a week في الأسبوع. she won many prizes، هي فازت بعديد من الجوائز. she wants to be a famous player، هي تريد أن تكون لاعبة مشهورة. my parents help her practice well، يعني والدي بيساعدوها أن هي تتدرب كويس. she is very clever، هي تكون ماهرة and active ونشيطة. all the teachers like her، كل المدرسين بيحبوها. and she won many prizes، وفازت بالعديد من الجوائز. in the school team، في فريق المدرسة. طيب تعالى هنا بيقول لي سارة plays squash، سارة بتلعب squash at the، بتلعب squash فين؟ طبعا at the club، بتلعب squash في النادي. طيب she wants to be famous، هي تريد أن تكون إيه مشهور، يبقى player لاعبة مشهورة. طيب بيقولي السؤال الثالث how old is سارة، سارة عندها كام سنة؟ قال لنا 11، يبقى عندها 11 سنة. طيب هنا بيقولي what's Sarah's favorite sport، يعني ما هي الرياضة المفضلة عند سارة؟ طبعا السكواش. عايز تجاوب إجابة كاملة بقى هتقول هتقول her favorite sport is squash. طيب يلا نرتب مع بعض كده الجملة. هنا بيقول لي مازن يكون great at doing jigsaws، يعني مازن يكون جيد في حل الغاز او اللي هي الصورة المتقطعة. مازن is great at عايزة فعل زي ing، يبقى doing jigsaws.
طيب هنا نمبر 2 يبقى هدايا 1 هدايا فازت هدايا 1 ميني بالعديد من الجوائز من الميداليات المهمة يبقى هدايا 1 ميني important medals هدايا 1 ميني important medals. طيب تعالى هنا نشوف صحح الأخطاء. she is good at طبعا good at عايزة فعل زي the ing وكلمة swim لما اجي احط لها ing هحط m تانية زيادة يبقى swimming كده بالشكل ده. طيب I go to the club to to بيجي وراها فعل في المصدر يبقى to play لكي ألعب تنس. البونكتويشن عندنا حرف ال H في هي وحرف ال E في Egyptian وعندنا في الاخر هنحط فول ستوب يبقى نعمل كده ال H في هي كابيتال كده وال E في Egyptian وعندنا في الاخر هنحط فول ستوب نقطة عشان هو مش حاطط نقطة في الاخر. طيب عندنا هنا الباراجراف بيكلمني عن a sports person يعني شخص رياضي عايزك تتكلم عن شخص بيلعب رياضة يعني عايزك تستخدم كلمة practice sports يعني يتدرب رياضة و won many prizes يعني فاز بالعديد من الجوائز. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا سنة 5. ما تنسيش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم مس منى صبحي.